النعم الكبيرة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان الطعام والشراب. الله سبحانه وتعالى جعل قوام حياة الإنسان بالأكل وبالشرب، فلا يستطيع إنسان أن يحيا إلا بهذا. اعتنى الإسلام عناية كبيرة جدا بالطعام، والحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له سنن كثيرة عظيمة جدا تتعلق بالطعام، منها آداب ومنها معاني ومنها أخلاق متنوعة تتعلق بصلة الإنسان بهذه النعمة الإلهية الكبيرة. أول ما نبهنا الله سبحانه وتعالى عليه لما أنعم علينا قال لنا كلوا واشربوا، يعني خذوا راحتكم، كلوا واشربوا، هذا نعيمي وهذا عطائي، كلوا واشربوا. لكن اشترط علينا أمرين، قال الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا، نهانا الله سبحانه وتعالى أولا عن الإسراف، ثاني نهانا الله سبحانه وتعالى عن الحرام. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له آداب في نفس الأكل عندما كان يأكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأول سنة في الطعام سنة غسل اليدين، أن يغسل الإنسان يديه قبل الطعام، وكثير من الناس يغسلوا أيديهم، لكن كثير من الناس كمان ينسون أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست فقط النظافة بل هي نظافة وسنة رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد غسل اليدين يسن للإنسان أن يجلس أمام طعام جلسة مناسبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الافتراش، وهذه الجلسات كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم منها الأدب والعبودية لله سبحانه وتعالى. من السنن كذلك أن يسمي الله سبحانه وتعالى، أن يقول بسم الله، ويمكن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الطعام بيمينه، قال سم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أدب مهم، أن الإنسان لا يأكل إلا مما يليه، خصوصا مما اجتمعت عليه الأيدي. لكن إذا كان مثلا هنا نوع من الفاكهة، هنا نوع من الإدام، لا بأس أن الإنسان يأخذ من هنا ومن هنا، لكن الطعام الذي هو من صنف واحد لا يخترق الإنسان بيده مساحة غير الذي أمامه، حتى لا يستقدر الناس بعد ذلك الذي يريد أن يأكله من بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغر اللقمة ويأكل بيمينه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الحار شديد الحرارة، وقال أنه ليس فيه بركة. لو أننا علمنا أبناءنا وعلمنا أنفسنا وأهل بيوتنا أن في البيت ما نطبخ إلا الذي نحتاجه، فاليوم لو زاد نقول لا بكرة خلاص هذا زيادة عن حدنا، بكرة نعمل الذي هو على قدر حالنا. الطفل مثلا يتعلم اليوم ترك أكل في صحنه، قل له يا ولدي هذا الأكل كيف نعمله، تعمل فيه، ربنا حاسبنا على يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يلعق الصحفة، يعني ما زاد في الصحفة يلعقه ويمصه، وكان يلعق أصابعه ويقول لا إنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة، يمكن آخر حبة رز في الصحن ربنا حاط فيها بركة، يمكن فيها شفاء، يمكن هي هذه الحبة فيها عافية لجسمك ما تدري، سبحان الله. هذا تأديب نبوي رفيع جدا للتعامل مع الطعام. أحيانا يزيد الطعام مثلا، وهذا يحصل عندنا ويحصل عند كثير من الناس، إذا زاد الطعام واحد في مطعمه أو في بيته، ترك الطعام ليرمى مسؤولية خطيرة، مسؤولية كبيرة جدا، وسبب من أسباب فقد الرزق والحساب يوم القيامة الشديد. الإنسان لو زاد عنده الطعام أدنى الأحوال يأخذ هذا الطعام ويرتبه وينظفه ويخرج إلى من هم بجواره من المساكين أو المحتاجين، ولا يمنعه الحياء المذموم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان له ميولات في الأكل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثريد، وهو اللحم مع البر مع الإدام، هذا اليوم مصنوع بكثير من الأشكال عندنا، بشكل الهريس، بشكل الثريد، بشكل القرصان، بشكل اللازانيا، بشكل الأشكال المصنوعة منها هذه المواد، وهو الثريد، اللحم والخبز والإدام بأي شكل من أشكال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا النوع. كان عليه الصلاة والسلام يأكل البطيخ بالرطب، يأكل رطبة وثم يتبعها بطيخة، وفي بعض الأحيان كان يأخذ القثاء، القثاء هو نوع من الخيار اللي لونه فاتح هذا، فيأكل رطب ويأكل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نخفف أو نكسر حرارة هذا ببرودة هذا. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى،
فإذا اليوم الواحد منا مثلا اشترى شيء من الحلويات سواء الشوكولاتات أو الكنافات أو هذه الأصناف البسكوتات الكيكات أي نوع من أنواع الحلويات أو حتى الإسكريم، النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص الجميل للناس اللي يحبوا الإسكريمات ويحبوا الأشياء الباردة، هذا النص كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد. من الأشياء الجميلة التي كان يحبها الحبيب صلى الله عليه وسلم وأشار إليها الخل والزيت. أما الخل فامتدحه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال لما قدموا له الخل وجاءوا مستحين أهل بيته قالوا يا رسول الله ما معنا اليوم إلا خل، معهم خبز وخل، قال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، الخل ما هو شيء هين، الخل شيء طيب. الحديث الثاني في الزيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزيت خصوصا زيت الزيتون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. من أدب عليه الصلاة والسلام في الطعام بعد الطعام أن يحمد الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. يسن بعد الطعام أن يغسل كذلك يديه وأن يتمضمض، فهذه سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند الطعام باختصار شديد جدا. الحديث الجميل الذي لفت الانتباه إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. سنجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم قدوة جميلة في كل حياتنا عليه الصلاة والسلام.